الوقت الذي تسعى فيه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تطوير منظومة الاتصالات عبر الإنترنت وتحسين جودتها، أثارت تسعيرة خدمات الإنترنت الجديدة استياء شريحة كبيرة من مستخدمي الإنترنت رافضين سياسة الاستخدام المحدود. الأسبوع اللي فات حصل تعديل لبعض الأسعار، بس برضو يعني هي يعني زي مثلا أنت بتخفض لي سعر حاجة، بس الحاجة دي كانت مثلا 10 قطع خليتهم 8، هي طبعا الواحد لما تبقى unlimited تبقى طبعا افضل ان انا اقدر اتعامل، ما يحدد ليش القيمه ويحدد لي اللي هستخدمه قد ايه استخدامي، لان ممكن انا طبعا النهارده هقدر ادخل واتصفح اكتر، هعمل شات الكلام ده كله، فمش هيبقى تتقطع عليا النت في اي وقت. يعني الحقيقه ما فيش اي احترام للمواطن ولا اي احترام لاتفاقيات الخدمه بينها وبين المشترك. على طول بنواجه، يعني احنا شغلنا كله بالانترنت، على طول لما بنكلم الشركات يقول لك راستر الراوتر مش عارف، في خدمات، في عطل، مش عارف ايه. العالم كله شغال بفايبر وشغال باسلاك ضوئيه، احنا بس اللي كنا متاخرين لحد السنه دي اسلاك نحاس. بناخد في السنترال الواحد سنه واتنين عشان نعمل عمليه احلال وتبديل عشان نغير من نحاس لفايبر، وبعد كده بنرجع نشتكي ان لا، ان في سنترال وقف عن العمل. طب ليه؟ عشان في اسلاك نحاس اتسرقت. بالنسبه للسرعه وبالنسبه لسعر الوحده من القرار الجديد بتاع الوزير ده كلام فارغ، ده المفروض الوزير يتراجع عنه تماما ويدي يعني جيجا مفتوحه للمواطن. مفيش حاجه اسمها 10 جيجا، 50 جيجا، 30 جيجا. يبقى ده قرار. بستخدم الانترنت قد ايه تقريبا كل يوم؟ انا بستخدم مثلا بما يعادل ساعتين ونص او 3 ساعات، تمام. وبالنسبه للشغل بكمل في الشغل اكتر من 5 ساعات. لا للانترنت المحدود، شعار رفعه ما يسمى بمجموعة ثورة الإنترنت في وجه المروجين للتسعيرة الجديدة لخدماته، ووصل عدد المعجبين بصفحتهم على موقع الفيسبوك إلى ما يزيد عن 1 مليون مستخدم. الناس متضايقة من الكلام ده، متضايقة من تحديد السرعات، متضايقة من الأسعار دي مقابل خدمة سيئة للغاية. مفيش خدمة ما بعد البيع تماما، يعني مجرد ما أروح أشترك وابقى على راسهم من فوق، اول ما اشترك بقى طب فين الدعم الفني؟ مفيش دعم فني نهائي، محد بيبقاش فيه ناس على المستوى التقني فاهمه ايه المشكله تقدر تصلحها. لا ده اي حاجه بتحصل هو المشكله عندك. المواطن من حقه ان هو يبقى فيه ترفيه، من حقه انه يشتغل، هو حر الخط يعمل بيه اللي هو عايزه. مفيش حاجه اسمها اللي عايز ترفيه يدفع اكتر، بعدين هيدفع اكتر مقابل خدمه سيئه، فين الخدمه اصلا؟ ترى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن سرعات الإنترنت الجديدة بأسعارها قد تؤدي إلى الحد من الوصلات الغير شرعية، في حين ترى ثورة الإنترنت عكس ذلك. يعني هو بقى عنده ساعة نفس الساعة بسرعة أكبر وسعر أقل، فهيجيب 4 خطوط 8 ميجا بنفس الساعة وهيعمل برضو الوصلة، وفي نفس الوقت أنت ما اديتش للناس حاجة يستغنوا بيها عن الوصلة. يعني أنا دلوقتي لما يبقى قدامي الحكومة بتديني 10 جيجا ب 50 جنيه وواحد تاني بيديني اللي انا عايزه وسرعه اكبر وب 30 جنيه او 40 جنيه، هروح لمين؟ بين محاولات الترويج لمنظومه الانترنت الجديده واعتراضات متزايده من مستخدمي خدمات الانترنت، تظل الازمه قائمه، ويأمل المستخدمون ان يعاد النظر في السعه الجديده وتسعيرتها.